بالنسبة لأي أب أو أم في المنازل ولديهم أولاد صغار، هل يتركوا الأولاد مثلا يشاهدوا بعض القنوات، اللي هي القنوات اللي نقدر نقول قنوات أجنبية أو قنوات عربية ذات محتوى أجنبي مدبلج، حتى فيها بعض القيم، بعض السلوكيات تحض على العنف، فيها بعض الألفاظ حتى وإن كانت مدبلجة تخالف عقائدنا وتخالف سلوكنا ومعتقداتنا، هل يترك الأب والأم للأولاد هذه الحرية على سبيل أنهم صغار، على سبيل الاطلاع أو الانفتاح بما أنهم ما زالوا في سن مبكرة؟ في السن المبكرة يجب على الأب أو الأم أو كلاهما أنهم يجلسوا مع الطفل، نعم، وأنهم يسيبوه يتفرج على القيم السيئة والقيم الجيدة ثم يعلقون عليها رفضا أو استحسانا، نعم، وده هيكفي جدا لتربية الطفل، وإنه شايف وابتدت عين ناقدة وليست عين متلقية تنشأ. ولقد جربناه، منع الطفل بالكلية كل ممنوع مرغوب، لكن الجلوس معه يحتاج إلى مزيد من الجهد، قد يرفضه الأب أو الأم فيكون مقصرين في هذا المجال. لازم على الأب والأم في فترة معينة سنية تبدأ من سن سنتين لغاية ما شاء الله 10 و11 و12 انهم يجلسوا معاه ويقول لا 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 ده غلط. هو ما بيوجهوش كلام للطفل، هم بيوجهوا كلامهم للمحتوى اللي بيعرض للتلفزيون. الله الله الله، بقى ده كلام، انت غلطان بس. والطفل قاعد يسمع الصح بيشوف الصواب قدامه من خلال التنبيهات، من خلال التنبيهات، لأنه بيثق في أبوه وأمه وبيحبهم وبيتلقى منهم وهم المصدر الوحيد للمعرفة عنده، فلازم يدخله في هذا التلقي. يعني ده مولانا أفضل من الغلق، يعني في بعض الأسر الغلق ده يودي في داهية، يقول لا اقفل التلفزيون خالص، هيروح يتفرج على ابن الجيران وعند ابن الجيران وبنت الجيران وعند الضيوف لما بيروح، الله أعلم هيحصل إيه.